الحديث عن انخفاض أسعار الذهب، حيث سجلت أسعار الذهب في الأردن انخفاضا ملحوظا يوم السبت لأدنى مستوى لها منذ نحو 30 شهرا. التفاصيل مع نقيب تجار محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان. صباح الخير سيد ربحي، وأهلا وسهلا بك. أسباب الانخفاض وتأثير هذا الانخفاض على السوق الأردني وأيضا على المواطن الأردني. صباح الخير. كان الانخفاض حقيقة هو الأكبر خلال سنتين ونص من هذا اليوم. الأسباب بتعرفي أنه يوم الخميس كان في اجتماع للفيدرالي الأمريكي وقرر رفع الفائدة على الدولار 75 نقطة أساس من الألف، وهي طبعا الرفع يعتبر كبير بالنسبة لهذا العام المرة الرابعة اللي بيرفع فيها الفيدرالي الأمريكي الفوائد على الدولار. قوى الدولار وانخفضت يعني قيمة العملات الثمينة والعملات والمعادن الثمينة أمام الدولار. هاي كلها أسباب الرئيسية اللي كانت وراء انخفاض الذهب اللي يعني شدناه خلال الأسابيع الماضية، وحقيقة تتوج بانخفاضه يوم الجمعة. نعم. طبعا انعكاسه على أسعارنا الأردنية أول بأول، لأنه إحنا السعر المحلي هو يعني اللي بيكون بتأثر مباشرة بأسعارنا العالمية بالأسعار العالمية، وصار هناك طلب من المواطنين الأردنيين على الليرات والذهب اللي يستخدم لغايات الادخار والاستثمار. بتعرفي إنه انخفاض السعر يكون مغري للشراء في مثل هذه الأوقات. نعم سيد علان، بشكل أو بآخر يعني عندما تنخفض الأسعار يزداد طلب المواطنين على الذهب، هل هذا في صالح التجار أم ليس في صالحهم؟ يا ستي لا، بصالح التجار، وإحنا كنقابة ومحلات منتشرة بكل أنحاء المملكة إحنا بنحبذ الانخفاض لأنه بصير طلب زي ما تفضلتي. رأس مال المحل هو ذهب لا يحول إلى نقد سواء ارتفع السعر أو انخفض. فارتفاع وانخفاض السعر ما بيأثر بأي شكل من الأشكال على المحل. المحل بقوم بعملية أرباحه نتيجة البيع والعمولة اللي بتقضاها على المصاغ الذهبي اللي بيبيعه، سواء مصاغ ذهبي هناك في أجور تكلفة وبزيد عليها أرباحه، أو بالنسبة للليرات برضو في هناك التكلفة والرسوم المواصفات والمقاييس وبزيد عليها أرباح بسيطة. نعم سيد ربحي، توقعات باستمرار انخفاض الذهب أم ارتفاعه؟ يعني أنت مثل ما أنت شايفة في خلال اليومين الماضيين يعني الأزمة الروسية الأوكرانية يعني هي تقريبا بتصاعد مستمر، وهاي يمكن من الأسباب اللي برضو بتدعي البنوك السيادية في العالم إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن في ظل الأزمات السياسية. حقيقة كمية ارتفاع الفائدة على الدولار كانت كفيلة أنه يكون الانخفاض أكبر من اللي إحنا بنشهده، إلا أنه الأزمات السياسية يعني عملت نوع من المعادلة والطلب على الذهب، فالحقيقة الأوضاع يعني ضبابية، صعب إنه حدا يتكهن في انخفاض الذهب أو ارتفاعه، لأنه الأزمات السياسية مثل ما أنت شايفة يعني هي اللاعب الأساسي، إضافة إلى البيانات الاقتصادية اللي بتصدر عن أمريكا والاتحاد الأوروبي. بتعرف إنه برضو إمدادات الطاقة في فصل الشتاء القادم راح يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي ومنها أسعار الذهب. نعم، ما إن قارنا انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على قطاع الذهب والمجوهرات مقارنة بجائحة كورونا، هل يعني نستطيع أن نقول بأن هناك انتكاستين حقيقيتين لمدة سنوات متكررة، أم أنه آثار الجائحة هي أكثر وأعظم من آثار الحرب، حتى نستطيع أن نقول مثلا أنه اليوم القطاع يتعافى من آثار الجائحة؟
يعني انت بتعرفي انه خلال جائحه كورونا لامس الذهب عند مستويات عالميه عند 2070 دولار للأونصة. انت بتعرفي انه هاي الجائحه اللي هي كانت الاكبر على العالم خلال هذا العصر، والانقطاعات اللي صارت والازمات في تنقل البضائع والسياقه بين دول العالم كلها كانت وراء ارتفاع الذهب، لانه الذهب هو الملاذ الامن، هو الحقيقه اللي يعني بتاثر في الازمات الكبيره، وكان الاكبر منها هي جائحه كورونا. هلا الامور السياسيه والحروب برضو يعني خلينا نحكي ماده اساسيه في مخاوف من السوق. بنعرفش لو قديش بتتطور الازمه الاوكرانيه الروسيه، وبتعرفي يعني هناك تهديد من حلف الناتو، تهديد يعني زي ما انت شايفه الصين وتايوان، يعني هاي كلها اسباب اذا تفاقمت واذا زادت هذه التهديدات ممكن تاثر على الذهب بشكل كبير وترفع من اسعار الذهب. نعم، إذن نقيب تجار محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات السيد ربحي علان، شكرا جزيلا لك.